السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم العالمي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم حلوه تعجبوا محبوبه الجماهير بطريقه سهله. كنحتاجوا لهذه الحلوه هذه 3 البيضات، كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس السكر كذلك ديال العنبه، هنايا عندي نكهه ديال الليمون او نكهه الحامض، او ممكن لينا نديروا قشره حامضه وقشره ليمونه، اي نكهه بغيتوا تنكهوا بها ممكن لكم تنكهوا بها. هنايا قبصه ملح، عندي 500 غرام ديال الدقيق، كيس غادي ندير غير كيس ونص ديال بيكن باودر او خميره الحلويات. بسم الله غادي نضعو هنايا الزبد، السكر، نضربو مزيان هاد البيض مع السكر، ضربنا البيض مع السكر، غادي نزيدو الزيت، وحنا نخلطو، ملح، نزيدو النكهة. هادي شوية مجهدة غير راس ديال الملعقة، غادي نزيد الطحين. الطحين ما يمكنش نقول لكم، انا عندي هنايا 500 غرام ولكن ما يمكنش نقول لكم شحال غتهز ليا ديال الطحين، على حساب البيض واش كبير ولا صغير، داكشي علاش ما يمكنش نقول لكم. هنايا وغادي ندير نص من هاد الساشي الثاني، غير نص صافي، وغادي نجمع العجينه. من بعد ما غادي نجمعها نعاود نطلقها. كتشوفوا من بعد ما جمعنا العجين كيولي رطب على هذا الشكل، هذا نبقاو نزيدو في الدقيق غير تجمع لينا صافي ونحبسو. خديت هنايا طاوله ندهنها بالزيت صافي، وغادي نبدا ندير كويرات هكا صغار، كتشوفوا لهذا القدر هذا بركة صافي. هي الوصفه الاصليه راه كدار بالزيت، كاين اللي كيديرها بالزبده، ولكن الوصفه الاصليه بالزيت صافي. انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا، ندير كويرات كما كتشوفوا صافي، ندخلها الفران على نار تكون مهيله من التحت، هي تحمر لينا شويه من التحت، نديروا النار من الفوق ماشي حتى تحمر، هي كتبقى بيضه شويه ماشي كتحمر بزاف، كاع تبقى غير بيضه صافي. ونخرجوها نطلقوا مع تتمه الوصفه. طابت لينا حلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، شوفوا من التحت محمره ومن الفوق بقات بيضه كتشوفوا. هنايا انا عندي كونفيتور ديال الليمون، درت معاه معلقه كبيره ديال ماء الزهر كتشوفوا، عندي هنايا الكوك كذلك، وغادي نبدا هكا. انا هنايا سخنته هاد الكونفيتور هذا جاري، كونفيتور ديال الحلوه جاري، كونفيتور سخن باش هادي رطب ليا هاد الحلوه هادي، اصلا هشيشة صافي. غادي نبدا نلصق هكذا مع وحده، شوفوا نبدا نمندوها مزيان الشكل هذا، عندها كيف كتجي كتشوفوا، نلصقو وحده مع وحده هكذا، نمندو صافي. انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا،
كتشوفوا نديرو في طبق التقديم ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله. الشكل النهائي ديال حلوى تايش بوند كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. نتوما شفتوا سهله التحضير ما كتاخذش وقت كثير. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه قادمه ان شاء الله.